انا درت شي كاي الياس الملكي، ولكن تنازلت زدت تصاور بالسلام وما تيخلو ما يقولوا فيا وما تيخلو ما تيقول فيا. اما انا خويا راه قلت لكم درت التنازل شحال هضره شي سيمانه خصنا باش التنازل مع الامازيغ شقيت الامازيغ الله يدي تاويل تاخي لانك تقول لي انت كتشفع على انا تشفيت في الياس. واحد البنت سيتي كانت تجي عندي مرسيدس، مرسيدس البنت ما نقول لكم شاها بالله راه كي دايره الشهوبيه وقفات لي قدام الصالون والله يا اخي لقيتها حمقى. صحابات جوانات فاش كنت مريض فاش كنت بيت درت العس لاننا جوجوني كنت بيت نموت كانوا عطاوني السم ما الا جات لي انا تنقول لكم واحد القضيه، انا درت شكايه للياس الملكي ولكن تنازلت ما تبقاش تخرج شي بوجهرانه ولا شي تقليد ولا شي سيحه الليل بتهضر فهمتيني، ما تبقاش تخرج شي سيحه الليل تهضر. ادخلوا البراش سبونا ادخلوا البراش عايرونا. وانا غنعاود نقولها لك ونعاود نقول لك انت المهمه انا ديما كندير لايفات راه من 2012 وانا كندير لايفات العالم كله كيعرفني باش رفعت القضيه العالم كله تعرف من 2012 وانا كندير لايفات وانا تعرف كندير الطليعه وتعرفني انسان كنشد فدا وكنشد فادي فهمتيني سير الله يرضي عليك. انا راه ما درتش الانستغرام ولا ديال التيك توك ولا ديال اليوتيوب باش ناخذ ناكل منه رزيق، انا خدام عندي حرفتي تما راه ما عندي يوتيوب ما تنقول لكم هذا زدت تصاور بالسلام وما تيخلو ما يقولوا فيا وما تيخلو ما تيقول فيا وما تيقولوا ما تيخلو ما تيقول فيا اي دونت كير البشر اللي ما قداتو ما قدو في مده تقام جنبه صافي تاتا الله يكون في عوانك والله يشافيك والله يشوف لك من حالك. انا خدام راساتي عندي عرس في كازا وعندي عرس في مراكش بيس مع راساتي جيبي ها مرة انتي مرات الخير اللهم لك الحمد ما تنتسنى نبقى ندير لك نقول كبيسو كبيسو ولا صيفط لي سبيل ولا صيفط لي حماره ولا صرفوا لي شي صيفط لي شي صاروخ ولا شي كلبه والده والو فوالا انسان مريض بيا الله يهديكم الغرق. انا واحد ابدا نتقادها شو بغيت نقول لك شوف يا اختي ها المراه والهجاله والشيطه والخمجه ابدا نتقادها ما تقديش عليا والله ما تقدي عليا باش ما جيتيني والله ما تقدي باش ما جيتيني جيتني بالخير ما تقديش عليا سمعتوني. انا ما تبقاش كل وحده تدخل ولا تخرج ليا شي ميمه مجلوقه وتقول عليا انا راه لا عيرت شي حد وكنت شديت شي حد وتعاطيت مع شي حد راه ما عمرني جبت سميتو كنيتو باش نقول لك الناس تتفهم يعني كنا فاش فاش حتي بارطاجي مرتو وتيدل مرتو والمراه كدل راجلها راه من حقها نهضرو من حقها نهضرو ولكن شي حتي جبت شي حد بسيدي اسم تما ديك الساعه اي واحد يدين طويله على الاخر حيت راه جبتي لي سميتي وكنيتي. اما انا خويا راه قلت لكم درت التنازل شحال هضره شي سيمانه خصنا باش التنازل سيمانه ديال 8 ايام باش درت التنازل وانتوما هو راه خربا مع الامازيغ شقيت الامازيغ لا دابا حيت هي داخل كاتبه بوست ديال عندها سقاريه واعيه انا هاد النوع واش بغيت نعرف اش نهار خويا الله يدي تاويل تاع الخير ولكن راه كاين البشر خايبين لكن بعض المتتبعين هما سبب المشاكل تاع هاد اليوتيوبرز تيكيدوا عباد الله فوالا. انا غنهضر انا في حياتي اليوميه تنهضر انا حيت نهار نسكت نموت نهار تشوفوني ساكت عرفتي قربت نموت ونكذب عليك اخويا جاريه فيا نهار تشوفوني ساكت عرفتي جاريه فيا انا كنهضر انا بالبال فيا الدوي تعجبني اجموع مرة أخرى سولي خوه باش تكون عندك واحد المعلومة اللي هي صحيحة سمعتي أطاطا ولا مع أمي ولا مع خالتي ولا مع جدة الله يرضي عليك أنا نقولها لك شوفي هذاك الشيء كاع اللي دوزتي كله ما درتي معاهم ماشي هو أنا أقسم بجلالة الله أنا نقول لك 15 يوم ما تفوتكش قدام هاد الناس 15 يوم ورد لي الخبر وأنا رأيي بحتي أدري كي أدري الله سالينا ما تكون داكشي مهم ولا صحيح هذيك الساعه عندك الحق تهضري داخله تضرب جبرجي كاتبه عليا جريده سيري اختي سيري سيري انت نقولها لك انا ما تقديش عليا انا راه جرون انا قاري جامع الفنا باش تعرف واحد القضيه ولد مراكش وقاري القوافي باش ما بيتي وتنقول لك قدام هاد الناس 771 واحد وتنعطيك عهد قدام هاد الناس هنا من 15 يوم زعما انا خبرك شي حاجه انا ماشي قنانه انا نقولها لك وتنقرب انا متيقن من الهضره حيت نعرف راسي نعرف راسي مزيان فهمتيني يلا سيري سيري الله يجيب لك شي ولد الناس. انا درت التنازل للسيد لانك تقول لي انت كتشفع على انا تشفيت في الياس
انا ما كنتشفاش عمرني تشفيت. انا خدمت مع بنات الليل، خدمت مع بنات الليل من 2006 وانا خدام مع بنات الليل، وسولي عليا في السعاده وسولي على البنات اللي كانت كادو عندي، وانا باقي ما فحاليش، باقي تنخدم غير بالبورسونتاج. عمرني تشفيت اللي وقع لها مشكل تجي عندي، اللي خاصها فلوس تجي عندي، اللي ما عندهاش تجي. اكد واحد بنت حسنه الفودكا راه مشات لفرنسا، الا كاينه في اللايف ولا هذا، هاد حسنه الفودكا كانت جالسه عند واحد السيده تيقول لها ساميه، وهاد ساميه كان صاحبها مع واحد تيقول لها الورزازي، وهاد حسنه الفودكا كانت حامله، مسكينه ما فحالتهاش، كتسخرها تصوروا كتنزل من السانكيه بدات تسخرها، ولا واحد الكاتريه بدات تسخرها، كتقول جيبها كيتكارو، كتمشي ديك حسنه كتجيب لها باكيت كارو، كتطلعها مسكينه حتى للسانكيه محل مكرشها في فمها، وكتقول لها لا، قلت لك جيبي ليها لايت، وكتنزل وكتجي عندك حسنة الفودكا، ممكن لها حسنة الفودكا عند كنقصي ورا، كانت تصرف اطلس سنين، الناس تما راكش كيعرفوا اطلس سنين، وتعرفوا باراديس راه يعرفوني، تهضر انا عندي الشنطن مثلا حشمت حتى شي حاجه. المهم هاد حسنة الفودكا كانت تجي عندك تنقول شوفي اختي، انا خدام عند الناس بالبورسونتاج، شوفي اي حاجه ماكي ليك البروشينغ سيري لحسابي وخرجي الله يسيرك. كانت تدبر على راسها، لان كانت حامله من المغربي، من حملات من المغربي قلب عليها مول الطاكسي، باقا قلب مول الطاكسي كان هو اللي حملها. المهم ديك السيده مسكينه ولدت واحد الوليد سميتو فهد. هذيك حسنه الفودكا، راه الناس اللي قدام راه يعرفوني، البنات اللي كاين عندي في اللايف تقريبا راه يكون عارف. تكرفصات تجي تنقص داك الشيء اللي قسم الله تنجمعو عليها، وداك الشيء انا هكا داير، راه الناس اللي كيعرفوني، راه البنات اللي خدامين عندي راه جوجناهم درنا لهم عراسات، والحمد لله راه باقي معايا 13 سنه خدامين معايا. ديك حسنه الفودكا تكرفصات نهار به سهل عليها الله، واسمعوني، وديك السيده ديك سميه كانت مكرفصه عليها بحال 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 الجفاف، اقسم بالله الا دايره لها بحال الجفاف. وكانت وديك المشكل ديك حسنه الفودكا عندها واحد الكردانيت تاهي، عندها واحد الشعر ما نقولكش، ما شويتهاش اختي عادي، الماضي هو الحاضر، تحد ما تيخبي لحيتو عادي. المهم ديك حسنه الفودكا الله يسهل عليها، واحد النهار جات قادت بروشينغ ومشات تسهر، صارت في باراديس مع مونتي كريستو ولا ما عرفت فين صارت، طرفت على قاوري عجباتو، سبحان الله العظيم كل واحد تيجيب لي الله داكشي اللي تيواتيه عجباتو، قال لها ودي، قال لها بغيت نتزوج، قالت لها ودي راه عندي وليد، قال لها بغيتك انت والولد. وها انتوما ديك حسنه الفودكا مشات يسهل عليها الله، راهي في فرنسا، راهي عايشه، راهي زادت تبني، راه معت وليد، راهي بخير. وهذيك سميه اللي كانت خدامه كدير لها بحال الخدامه، كانت ساكنه في السعاده، راه هي حمقت، راهي ساكنه في دوار السراغنه، هي تفافات وحمقت وتوخرات. باش تعرفوا قلت لكم الله تيخلص الانسان في الدنيا قبل من الاخره. والحمد لله علاقتي بالناس، البنات اللي كانوا تيجيو قادو عندي انا ديك الساعه خدامه بنات الليل، كنقولها افتخر بنات الليل اللي كنت خدام معاهم اقسم بالله العظيم كيعرفوني مزيان في تعاملي في تصرفاتي، حمق وهبيل وهكا طبيعتي من زمان، وعمرني تبدلت. هين الانسان خصو يبقى كيف ما هو، يبقى انسان زوين، يبقى يتعامل زوين. وحده ولا شي وحده بحال واحد السيده، نعاود لكم قصه واحد البنت، السيده كانت تجي عندي بمرسيدس، هضرك انا في 2007 و8 كانت تجي عندي بمرسيدس، وحق الله العظيم ويا كذبت عليك الله علي صبحني. تنقول لك تجي عندنا بروشينغ مرسيدس البنت، ما نقول لكمش بالله راه كي دايره الشهوبيه وداك الشيء. المهم السيده غبرات واحد الوقيته، غبرات انا مراض فاش كنعطيني التوكل داك الشيء، غبرت واحد المده ربي سهل عليا، درت محلي وداك الشيء والتخربيق ديالي مسائل. واحد النهار كتوقف عليا في الصالون، كتوقف عليا حمقه، وقفت لي قدام الصالون قالت لهم كلموا لي جواد، والله يا اخي لقيتها حمقه، اقسم بالله الا بكيت. صور وحده كانت عايشه الرفاهيه، والمرسيدس ديك الساعه مرسيدس ديكابوطابل، تم كان 2006 و2007 و8 هذيك مرسيدس ديكابوطابل، وكانت تجي كتقد عندي بروشينغ وتدور معايا، كتعطيني 5 دراهم، كتعطيني 10 دراهم 20 درهم بور فوار، الحمد لله بخير، انا راه بالقليل تيجي. وجات وتنقول لهم في الصالون، شوف وقت ما جات هاد السيده عطوها 100 درهم، وقت ما جات عطوها 100 درهم، وحملات وكانت تجيب بنتها، وتنبين لها بنتها كتقول لك لا مسكينه، يعني داكشي اللي وقع عليها تتخاف، ولاو داو لها البنت، ما بقاش تجي عندي. فين وقع لها؟ فين مشات؟ الله اعلم، اقسم بالله العظيم. راه شي بنات سنة عاوتاني وحده تيقولوا ليها خديجه، كانت ساكنه فوق البريمير، كانت مجوجه بقاوري، وكانت بخير، كانت بخير. هاد خديجه راه كانت خواتها دار كليانات ديالي حتى هما ديك الوقيته، كانت بخير. الصحابات الجوانات داكشي اللي داروا ليها
ولدات مع القوري كانت بات لحبنتها من البريمير ايطاج، لحت التلفازه لحت الماريو لحت كلشي بات لحبنتها. اقسم بالله هزوها مسكينه دازت الوقت تنتلاقى معها في التقدم بالتطواج ديك الساعه اللي دارت التطواج، تلاقيت معها في التقدم ديك الساعه التطواج اللي دارت التطواج ملصق لي اكستنسيون. تنقول لك هادشي في 2006 راه الشعر كان بمليون زوج المليون، راه التطواج كان ب 5000 6000 درهم ديك الساعه اللي دارتو، راه هي اللي تلاقيت معها في التقدم. جرا عرفتي فاش شافتني؟ شافتني اقسم بالله العظيم قلت لها خديجه ما عقلتيش عليا بيت انك انت تبكي. قالت لي اخويا جواد على العار ما تفوتنيش. قلت لها اختي والله العظيم انا وقت ما تلاقيتك انا راه شويه ندير راه عرسي، راه نهار عرسي انا جاوني بنات الليل 70% جاوني بنات الليل هما اللي جاو لعرسي هما اللي داروا لي لونفلوب. فاش كنت مريض فاش كنت بيت درت العرس لان انا جوجوني كنت بيت نموت كنت بيت نموت. وشكون اللي دار لي العرس؟ هما بنات الليل. وما ننساش خيرهم عليا، اي بنت تخرج في ديك الوقيته ما ننساش خيرهم عليا. كانوا عطاوني السم، قلت لكم كانوا عطاوني التوكال. مرض انا بقى عندي حتى ريال، ما بقى عندي حتى شي ريال، والو. اقسم بالله الا ما عمرني ننسى هاد لو جيست تنموت. مشيت للسعاده ولابس داك الفوقيه وحياتي مغفله ونفسيتي مريضه وفيها الوسواس القهري وداك الشيء، وهي تجبد مسكينه بحال هكا جبدها في الزدامها بغيت تقول لي اخويا جواد عندي 4000 ريال هكا 100 درهم و100 درهم هي ليا وهذا الشيء بس سخر الله. اخويا جواد قالت لي عرفتي ما نكذبش عليك جاتني البكيه صور راقصه تدعري الحمى وتتشطح تتشطح وتجبد ما لقيتي في الخير في اللي مقرب ليك والناس اللي عاونتي وعطيتي 100 درهم وما عمرني نسيت الخير ديالها وراه هي سولوها ما عمرني نسيت الخير. ونهار تدور ليا تلقاني انا معاها جاتني البكيه ملي تفكرتهم صراحه الله والله الا جاتني البكيه اقسم بالله العظيم ما إلا جات مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.